تعالى بقى نروح لبعض التفاصيل عن النهارده برضو، وهيبقى ايه اللبس المنتخب. خليني اقول لحضراتكم هيكون بالطقم الاساسي بتاعهم امام الجابون. احنا تم امبارح عقد اجتماع فني للمباراه، مباراه منتخب مصر طبعا الفراعنه، هيكون بالزي الاساسي، القميص الاحمر، الشورت الابيض، الجوارب السوداء، والمنتخب الجابوني هيكون بالقميص الاصفر والشورت والجوارب الزرقاء. الاجتماع برضو خليني اقول لحضراتكم التنسيقي للمباراه هو اكد على عده امور، اولا على الاجراءات التنفيذيه والاحترازية الواجب اتباعها في أرض الملعب، وأيضا التشديد على عدم السماح لأحد بالتواجد في أرض الملعب إلا للخاضعين لمسحة طبية، بالإضافة كمان للالتزام بالحضور لأرض الملعب في المواعيد المقررة. دي نقطة على فكرة مهمة، لأن بعض الناس كانت بتقولك أو بتشكك في قصة أن 5000 يعني شخص دلوقتي اللي هيحضروا المباراة يكونوا كلهم حاصلين على الفاكسين. لا، الكلام ده مش مظبوط، لازم هيكونوا حاصلين على الفاكسين، مفيش هزار في حاجة زي كده. أنت بتتكلم في عدد كبير جدا طبعا. فاللي هيكون حاضر لازم يكون حاصل على الفاكسين، وفي ناس بتتابع وفي ناس بتراقب، فيعني ان شاء الله الموضوع يبقى فيه امان، واللي جاي زي ما احنا نقول دايما يكون احسن الفتره اللي جايه يا رب باذن الله.